إلى كل من يسمع مارينا FM 90.4 دقة الساعة القانونية من الساعة 2 للساعة 3 من قلب الشيء الثاني ومن قلب 90.4 ومن قلب هذا الاستديو اللي يجمع الحبايب كلهم سعود الهدبة بالساعة القانونية بوهيام الغالي علي نجم في الشيء الثاني ويا أحمد مظفر وكلهم فيهم الخير والبركة ونطل عليكم من الساعة 2 للساعة 3 كما عودتكم مارينا FM. ما بي أدش وايد ما بي أتكلم وايد لأن اللي يمي غايب صار لأسبوعين أي والله يا ليت واحد يدق على 22-20-90-4 ويسأل بفراج وينك صار لك أسبوعين أنا ما راح أقول وينك أنت قول وين كنت الأسبوعين يعني ما تبي تقول حق اللي يسمعوني ما تبي تقول حق اللي يسمعوني يعني. إيه بس غير ما أنا قايل لا لا دي. أنت لازم الحين تقول وين غطيت هالأسبوعين اللي متابعني يدري أنا ويني اللي متابعك وين إيه تمام بالانستغرام بالانستغرام بالسوشيال ميديا على على مكتب سعود الهدبه ولا على على اكاونتي الخاص على اكاونتك الخاص المكتب ما له شغل لا وين رايح وين راد حي الله ابو فراج حي الله العزيز الغالي ولت عليكم اسفرت وين ورد ولت على الشباب والمستمعين اي والله والجمهور اي لك فقيده والله اخواتي يا بعد شبدي يا بعد شبدي فاستأنفنا احنا الحين اي ردت الحياه القضائيه انزين من يوم بدا الموسم ترى هالاسبوع هذا الموسم القضائي اللي يسال انه في عطله قضائيه وشون كانت القضايا كانت تمشي اي فالحين رجع الموسم القضائي بدا من جديد اي خوش هذا لا يعني ان كان فتره العطله القضائيه في ناس عبالها ان توقف كل القضايا لا في قضايا شقاله اللي هي الجنائيه وفي الامور الاحوال الشخصيه هم بعد شقاله والمستعجل ايضا شقال أي. والنيابات شقاله والتحقيقات عشان شقالة اللي يوقف هذا كل شيء شغال اللي يوقف مثلا امور الشركات التجاري أي. هي اللي توقف المدني هو اللي يوقف المطالبات المدنية يعني شيء ما في جوكم ما في خطر بلى ان واحد يدش السجن ويطلع او مصير اسره فمن كذي هذيل هم اللي كانوا يوقفونه اما الباقي كله شقال وما في الا العافيه ولا يعني ان الحين بدا الموسم القضائي انه راح تتأخر هم بعد دعوتك أيه. هي شقالة لنهاية الموسم هم بعد مستمرة راح تطولها تاريخ قدام يعني ما في قضية توقف بلاي. بالكويت إلا لسبب معين اللي هو التعليق مثلا كذي اتفاقي يعني مثلا وقف تعليقي أو وقف جزائي وغيره ومن هذا الأمور قاعد تذكرني بكلمة عودة التعليق وبس عرفت شلون فالساعة المباركة رجعنا لكم ايه أبرك الساعات أبرك الساعات بالخير يا جماعة أبرك الساعات يا حبيبنا يا أبو فراج أرقامنا 22-20-90-4 موجودين إن شاء الله من الساعة 2 للساعة 3 نستقبل أسئلتكم القانونية واللي عنده مشكلة راح ياخذ حلها إن شاء الله على الهواء مع أبو فراج العزيز الغالي شوف في شغلة توى علي نجم مش قاعد يقول إيه؟ على موضوع 5001 إيه؟ أول شيء قال 5000 بعدين إيه؟ قلنا له لا 5001 ليش وايد ناس ترى يسألون ليش هل واحد إنزين شوف اليوم القضايا الجزائية أي. أو حتى المدنية ما حد يقدر يطلب التعويض إلا بناء لازم يحدد قيمة معينة تمام. اليوم كل العالم تسأل شنو يعني 5001 شنو يعني تعويض 5001 هو أن تعويض مقداره 5000 دينار يبدي من 5000 ودينار أي. إلى 5000 ودينارين وثلاث دانير وأربع دانير يوصل إلى 10000 فلما ترجع حق القانون شنو يقول لك يقول لك أساسا التعويضات تبتدي من 1000 دينار اللي هو 1001 ورسومه 25 دينار وفي 5001 رسومه 125 دينار وفي 10001 اللي رسومه 250 دينار أي. الحين هذه التصنيفات تبين أي محكمة هي اللي تمسك الموضوع وشنو مدى الضرر اللي موجود عندك 1001 من اللي يمسك 1001 هذه محكمة جزئية تمام. تتكون من رئيس دائرة واحد بس مع أمين السر يعني هو هذه اللي يحكم لك إياه يعني مبلغ تحت 5000 دينار أعلى سقف فيه 5000 دينار أي. ويبدأ من 1000 ودينار ودينارين ثلاثة أربعة ليل 5000 تمام هذه نسميها القضايا الخفيفة إيه حق اللي الناس. هو الجزئي إيه. يسمونه أوكي. الجزئي لأن قضايا بسيطة تحت 5000 دينار تمام. تمام حلو 5001 اللي الكل جايدة إيه اللي هي تبدي من 5000 ودينار واحد لأن اللي تحت تمساج قلنا إيه أعلى سقف 5000 دينار 5000 إيه. شنو الفيصل بين 5000 وال 10000 عشان توصل 10000 ايه؟ ترى هالدينار اللي ايه؟ تسأل عنه ايه؟ 5000 ودينار ودينارين ايه؟ وثلاثة أربعة لين توصل ل 10000 وبعد ال 10000 في 10000 ودينار
وخذ عاد افتح 10,000 دينار اي محكمه تشوفها هم بعد الكليه هم الكليه 5,000 دينار محكمه كليه أي. تتكون من 3 قضاة رئيس دائره وعضو يمين وعضو يسار اي وصعد حزتها هم بعد ال 10,000 دينار نفس العمليه نفس الدائره هذه تشوفها بس انت بناء على طلبك مع العلم أي. في معلومه ثانيه شنو ال 5,000 دينار ترى تقدر تطلبها على سبيلين شلون في سبيل التعويض المؤقت ان تطلب من القاضي مثلا 5,000 دينار على سبيل التعويض المؤقت صدر لك 5,000 دينار تقدر تروح ترفع دعوه ثانيه يسمونها تعويض نهائي تمام ما تبي تبي مره واحده نوبه واحده تخلصها تطلبها ان على التعويض النهائي يعني مره واحده خلاص احكم لي الحين ما ابي تعويض مؤقت يبرز لي تالي يحكم لي تقدر تطلبها ان تعويض نهائي وينتهي الموضوع فلك حكم واحد خاصك فيك تعويض نهائي انزين هذا المعيار فيها في 5,000 دينار انزين خوش شرح بس هو السؤال متى المتضرر يطلب التعويض في كل الأحوال يعني يحط ويقول يلا أنا بطلبه وإن شاء الله تضرب معاي ولا لا لازم أكو شروط حق التعويض التعويض شوف بدان على مسألة التعويض لازم يصير هناك يكون في خطأ ترتب عليه ضرر التعويضات ترى نوعين في تعويض مادي وفي تعويض نفسي يسمونه معنوي في الناس يقول لك أنا تعويض النفسي وتعويض المادي أنا بطلب منك تعويضين هو كله تعويض واحد بس في شقين أيه. مثلا بعطيك مثال سويت حادث السيارة شنو اللي تكسر السيارة هذا تعتبر من الماديات تمام. فأنت لما تروح تصلحها تجيب فاتورتها فتطلب من القاضي تعويض تعويض من شنو القيمة التعويض المادي اللي هو السيارة اللي هي الفاتورة وفوقه تعويض نفسي أن أنا أفصل الحين هذه هني الفصلة أن يوم أنا كنت أصلح السيارة تعزمت دوامي ما دوام تعدل صارت عندي مشكلة كان المفروض أودي المرة مثلا السوق وارجع وهذا وأنا ما عندي سيارة فهذا سبب لي ضرر نفسي ترتب عليه بسبب الحادث اللي سويته ترتب عليه ضرر نفسي شنو الدليل؟ الدليل إن عاد انت حزتها تي بالدليل عند المحكمة ايه اوكي فلازم يحط دليل على ايه انه تضرر نفسيا ايه بالضبط ايه فتي المحكمة تصدر لك حكم حتى تشوف احكامها مثلا اعطاك 5,000 دينار 3,000 دينار على التعويض المادي قيمه فاتوره السياره تصليحها و2,000 نفسي اللي هو المعنوي هذا اللي يكلمونك عنه فانت تقدر تطلب شنو طلبك تعويض مادي ولا اللي هو الادبي وفي شيء ثالث اللي احنا قبل سولفنا عنه شنو هو الديات الشرعيه اللي هي مساله اذا واحد سوى حادث ومات تدفع بلعي. ديه شرعيه الديه الشرعيه ما لها شغل بالتعويضات التعويض في قلنا شقين اللي هو النفسي والأدبي وفي عندك الدية الشرعية اللي ينكسر ضرسه لا دية شرعية اللي تنبط عينه لا دية شرعية اللي تنقطع يده لا دية شرعية إلى أقصى دية أقصى حد شنو هي 10,000 دينار اللي هي الوفاة اللي هو الإنسان يتوفى وبس بعد في شيء ثاني أي في شيء ثاني أنا أقول لك الكلام اللي دار بيني وبينك وقبل شوي يوم نبهنا العزيز بوهيان ما ادري انتوا فاهمين انا قاعد اتكلم قانون ترى لا لا لا, لا انت كلامك لا انت كلامك صح إيه؟ لان لو شاط زياده بردك على الكويت إيه لا لا ركز مرافعتك ارد عاد انت قلت لي جاي عندك مرافعتين اليوم ايه اليوم إيه والله عندي مرافعتين اليوم مرافعه بالكويتي لو سمحت مو بالغانم ايه خوش بس عندك الموضوع قبل شوي يوم بوهيان قال انه في واحد قال له ان انت ثقيل طينه إيه؟ زين طبعا يعني الناس المشاهير او المعروفين هم دائما معرضين حق النقد زين بيجيب لك شوي على مبارات امس لاعبين منتخب الكويت اوكي زين انا ما اتابع مباراه لا لا خليك الحين لا 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 خليك صاير فقول لي الحين اللاعب وهو قاعد يلعب قاعد يطحن فقير بالملعب جمهور قاعد يلك واحد من فعل هذا بطل انزين لا يلك واحد من فعل يلك واحد مشجع ماخذ الحماس خوش يقوم ويغلط على اللاعب تمام يسبه يوصفه ايا كان انزين عرفت انزين المسائل هذه مجرمه بالقانون اي مجرمه ولا مو مجرمه بالقانون شنو الفرق الحين بين اللاعب بين الشخص العادي لحظه بس في شغله انا ما اتكلم بس الحين على الملعب اتكلم الحين حتى مثلا باكس تويتر برامج التواصل الاجتماعي شوف لازم تفصل بين تهمة السب أي. وبين تهمة القذف شنو الفرق بين هذا الاثنين السب انك تصف الادمي بوصف معين مثلا تقول له يا فلان يا كذا أي. تقول له كذي هذه تعتبر من ضمن السب تمام يختلف اختلاف كلي انك لما تقذفه شلون مثلا لما تقول
فلان نصاب او فلان سكير مثلا تقول كذي، هذا انت نسبت واقعة معينة لشخص معين، انت ما سبيته بلفظ، انت نسبت واقعة. الغذ اللي هو تنسب واقعة معينة لشخص معين، هذا يعتبر من ضمن الغذ. السب انك سبه يا ابن الكذا، يا انت اللي فيك كذا، انت اللي كذا، هذا يعتبر من ضمن السب. تمام. الحين نرجع حق سؤالك. لاعب بالملعب، موظف عام، وزير، وكيل، موظف، مذيع، عسكري، مذيع، محامي، أي كان مثلا، اي كان، قطيت عليه حكوة، انزين، كلمة هذه تعتبر هذه من ضمن السب. عاد تكييفها ان هذه تشكل جريمة ولا ما تشكل جريمة، يبقى منو اللي يقول لك شكل جريمة؟ المحكمة، القاضي. دليل على الكلام انه صادر حكم من قبل، واحد قايل حق ثاني حسبي الله ونعم الوكيل، وهذه المحكمة كيفتها ان هذا ما تعتبر لا من السب ولا من الغذ. ذمتك اكو واحد مشتكي لانه قايل حسبي الله ونعم الوكيل؟ اي والله العظيم. لحظة لحظة لحظة، واحد مشتكي على واحد حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، يتحسب عند رب العالمين، يشتكي عليه، فاخذ براءة. ليش؟ لان المحكمة قالت كلمة حسبي الله ونعم الوكيل تعتبر من ضمن الدعاء. وانتهينا. يختلف اختلاف كلي لما عندي حكم ثاني. شنو واحدة داعي على الثانية قالت له الله لا يوفقك، زين هذا دعاء بعد؟ ها لا، يختلف، حسبي الله ونعم الوكيل هذا دعاء بيني وبين ربي، غير لما انا انسب لك. انزين كذي، هذا اللي صار كذي. محكمة عطتنا إدانة على هالموضوع لان هذا اعتبرته من ضمن الغث، من ضمن الغث. اي من ضمن، لما نقول الله لا يوفقك، اي من ضمن الغث، الله يوفق الجميع ان شاء الله، اجمعين اجمعين عشان نتوفق بعد زياده. انزين بحلقتنا اليوم خلنا اي لاعب صارت فيه المشكله هذا من حقه انه هو يشتكي. لحظه ابراهيم، ليش نروح بعيد؟ انا اكلمك، انا سعود، كم واحد عندي بالسوشيال ميديا، انا لو اتكلم اليوم عن معلومه تهم الحريم يشبون عليك الريايل، يستلمون الريايل. لو اتكلم معلومه تهم الريايل يستلمون الحريم. وخذ عاد سب وقذف ودنيا وانت فيك وفعلتك. لا لا، انت تتذكر تتذكر قبل فتره كذي نزلنا فيديو والناس تفاعلت معه على مسألة الخيانة الزوجية والمسألة هذه، خبري إيش كثر أنا معك تعرضنا حق الكلام، ما قاضينا أحد، ما قاضيت أحد، كبرنا راسنا. ما كبرت راسي. اليوم أنا شغلتين، الكلام اللي أقوله وطول عمري رجعوا حق كل الحلقات، ما عمري تكلمت أنا لا بسياسة ولا دين ولا منحاز حق أحد. هاني يطلبون مني قانون معين. لحظة لحظة، أشوف وجهك إنك مو منحاز حق أحد، ترى أنت أكثر واحد منحاز حق النساء. ما بي أقول حريم، لا يشبون علينا. والعبرة بشنو؟ اللي يدق تلفون يسألني سؤال مضطر أرد عليه. أي. فحين لما يدق عليه تلفون واحدة وتسألني عن موضوع مثلا يخص الحريم برد عليها. أي. فالناس عبالها إن أنا منحاز لهم، بالعكس أنا يوم تكلمت حق الريايل ما صارت أشوف أنا مشكلة. فأنا الحين بهالمنبر، هالمنبر إبراهيم، أي واحد سابني وقاط علي كلمة أنا مسامح. مسامحه؟ اي والله لا، يا القلب الكبير، يا القلب انا الكبير. عمري ما اشتكيت على احد، الكل يدري انا عمري ما اشتكيت على احد ولا ابي شيء من احد، وهذه صحيفتك بينك وبين الله، تمليها باللي تبي وانا مسامحك. يا معود، احسن من اللي احسن من الله يسامحك، احسن من احسن من اللي رفع 700 قضيه. اطلع اطلع هوا، اطلع اطلع فاصل. رجعنا وياكم الى كل من يسمع 90.4 في الساعه القانونيه كل يوم، آسف مو كل يوم، كل أسبوع، كل أربعة، كل يوم أربعة من الساعة 2 للساعة 3 في مارينا أف أم مع العزيز الغالي سعود الهدبة في برنامج شيء ثاني. إنزين، ووقت مستقطع على أساس تدقون علينا على 22-20-90-4 تسمعونا اللي عندكم ونعطيكم الإجابة القانونية اللي تخفف أو تحميكم من غدر القضايا. بالضبط، صح ولا مو صح؟ بالضبط. في عندك اتصال؟ قول له. ألو، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من وياك؟ الله بالخير، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طال أنا طال عمرك أبي أعطيكم أبيات إهداء لكم. يا عمرك الساعات وأغلى من يهدي، تفضل. قول يا بعد. محرف فيها شوية، ما يخالف. إيه تفضل. لنا جلساء لا يمل حديثهم، الأباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علما وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا يتقى منهم لسانا ولا يدا. يا حبيبنا، والله صح لسانك، وتسلم إيدك على
هالفصاحة والبلاغة اللي ضفتها بالساعة القانونية اليوم، فتستاهل ان انت اعطيك دقيقة كاملة مع ابو فراج تقول اللي تبي. عمري كله لك على اهل ابيات. انت اخواننا يا ابو، انت اخواننا يا حبيبنا. يا حبيبنا صح لسانك والله، خوش حجي. بس ما عرفنا منو ويانا، منو وياي؟ عفوا. صالح معك. حي الله صالح وابرك الساعه يا اخوي. المبارك يا ومشكور صالح. انك اخترت الساعه القانونيه، وشكرا جزيلا على هالفصاحه والبلاغه، وتحرجونا والله، يحرجون المتابعين والمستمعين الحمد لله فضل الله بالاشياء هذه. هذه جرعه كذي، جرعه طاقه. الحمد لله. انزين يلا، في عندك اتصال ثاني، قول له الو. الو حياك الله. اي اوكي انا اسف ما فتحت الخط. ألو. تفضل الخط مفتوح. الو حياك الله. الله يحييك. تفضل اخوي، من وياي؟ مبارك. حيا الله مبارك، تفضل انت على الهواء والكويت تسمع. ابو فراج وياي. قول لي مبارك، خوش اسم عليك ترى. حبيبي عندي سؤال غريب شويه. قول لي الحين، يصير انا طالب قانون، يصير احضر جلسات محاكم استمع؟ إيه يصير. يصير طالب قانون. انت طالب قانون. بنعطيك دقيقة تسولف. اسأل اللي قول تبي. قول اللي تبي. قول اللي اسأل اللي تبي. هذا السؤال، يصير احضر جلسات محاكم؟ احضر جلسات المحاكم، واي جلسة تبيها روح دش الغاعة وقعد، ما في اي اشكال، لان مبدأ المحاكمات علني. لما تدخل غاعة المحكمة تقدر تدش وتقعد وتكون مستمع وتسمع المرافعات وتسمع شلون المحكمة تدير الجلسة، وتشوف كلام المتهم وشنو يتهمونه فيه وشنو هي المرافعة، إلى كل الجلسة من أول قضية لآخر واحدة. اقعد واسمع، ما في أي مشكلة. بس تمام، يعطيك العافية. سلام مبارك. أنصحك بغاعة أنا. لحظة دقيقة مبارك، بس بقول لك شغلة، دام أن أنت اتصلت وأنت طالب قانون وفي طلبة وايد يسمعوننا ويتابعون الساعة القانونية، اللي قال مبارك عين العقل وعين الصواب. لما أنت تكون طالب قانون وحاب تخصصك وحاب الحقوق وتروح وتطالع بعيونك أجواء المحكمة وأجواء الحضور والمحامين شلون يتكلمون، وتعرف من المحامي الشاطر بالمدني والجزائي، هذا ترى كله شطارة. بالضبط. هذا كله يصقلك. بالضبط. وأي بني آدم ذكي ممكن أنه ياخذ خطوة مبارك بهالطريقة هذه أو خطوات ثانية حتى تقدر تتدرب. ومرة من المرات حتى سولفت مع أبو فراج، قال حتى طلبة القانون اللي يبون يدامون عندي بالمكتب حياهم الله. شوف أنا اليوم إبراهيم كان عندي 3 جنايات. أي. تمام. واحدة فيهم كانت يعني بغاءة. أنا من أول ما بديت وأنا محامي إلى اليوم أحيانا أنزل المحكمة حتى لو ما عندي شيء، أسمع مرافعات المحامين. مو عيب ولا غلط. مو عيب. أنا اليوم أكلمك في محامين أقدم مني وشطار. صح. اليوم تعمدت أني قاعد خلصت. بس تعمدت أني قاعد أبي أسمع مرافعة محامي. أبي أسمع عشان يقول. وفعلا لقيت منه كذا معلومة ومشت. يعني أنا عارف تقريبا المعلومات كاملة، بس أبي أعرف شون بيقولها. صح. شون يكيف. شون يبي يقولها بالمرافعة مثلا كذي. فما في أي مشكلة. ترى أنا من أول يوم، أنا أول قضية حضرت فيها كانت جناية. أي. ومن يومها لليوم كل ما أنزل المحكمة أدش الغاعة أكون مستمع عادي. مرات إن اليوم مثلاً أدري في قضية حق فلان الفلاني مثلاً ماخذه صدى إعلامي، أبي أروح أسمع شنو فيها، أروح أقعد أسمع. ليش قال لك مبدأ المحاكمات العلنية؟ أي. لأن العبرة فيها إنه يضمن كفالة الدفاع للمتهم، إنه يصير في محاكمة عادلة للمتهم. صحيح. لازم العلن يكون موجود، وهذا يعتبر بما أنه طالب قانون وغيره. أي. ترى هذا يعتبر من ضمن علم الإجرام. يعني من تحت لما تدرس مادة علم الإجرام هي تتكلم عن هالموضوع هذا. أي. أبد الساعة المبارك. مبارك أي وقت تعال لي وأنا بالمحكمة وأسأل اللي تبي. حياك الله يا مبارك، ومشكور أنك اخترت الساعة القانونية مع السعود الهدبة المحامي. تفضل، في عندك اتصال. ألو حياك الله. ألو حياك الله. ألو بفراج، طال عمرك ما سألت. بس سؤالي الأول، متى تحفظ الدعوة وما هي نتائجها تجاه المدعي والمدعي عليه؟ اعتراضك الشاكي والمشكو بحقه. وهل من صلاحيات ناظر المدرسة فصل طالب بحجة رسوبة المتكرر؟ طبعا هذا الشيء صار بداية الدراسة. وهل يحق له عدم قبول آخر؟ يعني واحد ينتقل للمدرسة ثانية يقول الله هذا كبير بالسن، مع أن الطالب عمره 16 سنة. تمام. وتسلمون وزاكم الله. تمام. حياك الله. حياك الله يا أخوي، ومشكور أنك اخترت الساعة القانونية. تمام. تفضل جاوب على شوف طريق. موضوع حفظ الشكوى الجزائية
اليوم احنا ما نشغل هي جنحه ولا جنايه، لكن بما ان واحد اشتكي قدام جهه التحقيق نيابه او تحقيقات، بامكان سلطه التحقيق ان هي تحفظ الشكوى لعده اسباب. تمام. شنو هي؟ واحده فيهم عدم كفايه الادله. اليوم مو معقوله مثلا تجيب لي انا بشتكي على فلان ويجيب فلان، انا اسمع منه وفق نص ماده قانون الاجراءات تسجل البلاغات فورا، ملزوم كذي، ملزوم انه يسجل لك اياها فورا مع الشكاوي، خذينا الشكوى، لا يعني انه ما حد يقول لك هذا شكل جريمه ولا ما شكل، استقبلوا الشكوى، حققوا فيها، سحبنا اللي مشتكين عليه، طلع انه ما في ادله تثبت انه هو مسوي الشيء الفلاني، فخلاص تجي المحكمه اسف جهه التحقيق وتحفظ الشكوى لعدم كفايه الادله. ظهر شيء جديد يفيد التحقيق تقدر تي تسوي عليه تظلم وتحطه بالتظلم وتفتح القضية من يد جديد وتمشي. إيه بس التظلم 60 يوم، بلا طلع عقب 60 يوم يرد يشتكي مرة ثانية. هذا هني أنا حددت إنه طلع شيء جديد يغير مجرى الدعوة الجزائية. تمام. مسألة 60 يوم، مسألة الحفظ، مرات هذا في حفظ مؤقت وفي حفظ دائم. الحفظ المؤقت اللي هي مثلا عدم كفاية الأدلة أو عدم الاستدلال، لأن مرات تسجل قضية ضد مجهول بلا إيه. فيقول لك إنه ما استدلينا حق فلان ونحفظت حفظ مؤقت، إذا صادوا بعد فترة. يعني أذكر أنا سنة من السنين كانت عندي قضية هي مخدرات، لكن يوم سحبوا الدي ان اي، تمام، يوم إنه سحبوا سالفة الدي ان اي بيّن إنه هو كان مسوي جريمة من قبل. لحظة إيه؟ دقيقة بس عن شغلة مهمة. إيه؟ دامك طريت الدي ان اي، الدي ان اي معترف عندنا فيه احكام المحكمه. اي احكام المحكمه. اي بالمحكمه بس ماكو شيء بالقانون. اي بالقانون لا، بس المحكمه اعتبروا انه هو غرينه. اوكي. فيوم سحبوا منه لانه ياخذ منه تحليل دم وكرمك الله بول. أي. تمام، حق فحص المخدرات، فبين بتقرير السموم عقب ما سحبوا انه مثلا متعاطي كذا كذا، بس اكتشفت الادله الجنائيه انه كان في جريمه من قبل وطالع فيها مسرح الجريمه، فبين انك نفس الدي ان اي هذا موجود بجريمة قبل 6 سنين، فلقوا الشخص نفسه هذا، فهني كانت محفوظة مؤقت لأنه ما في واحد، يعني الفاعل الأصلي كان مو موجود. يسمونها فريزنج هذه. بالضبط. أي. فريزنج بالإنجليزي. احنا الحين نتحكي شرقاوي عرفت. بيوم انه هنا يقضبوا اي فريز كيس يسمونها، فتشوا له القضية القديمة وحققوا معاه وجهوا له اتهام ومشى هم بعد ويا المحاكم. ففي شيء اسمه حفظ مؤقت. السؤال الثاني. أي. انا ما ببحر لانه في كلام وايد بالقانون. تمام. وعندنا بس يجوز الحفظ اذا انحفظت عندك اي قضية. أي. تقدر تسوي عليه تظلم، عاد شوف انت شنو اسبابك، دبر شارتك اخوي وروح فيها. انزين لحظه دقيقه. اذا انحفظت القضيه إيه؟ فانحفظت حفظ دائم. إيه؟ يقدر اللي مشتكي عليه. لحظه. إيه؟ انا رحت اشتكيت على سعود. إيه؟ انحفظت الشكوى. إيه؟ سعود يقدر يشتكي على ابراهيم. إيه؟ انزين. إيه؟ لانه خلاص يعني انت اسعد حقي. في فرق، اختلاف كلي. اليوم لما انا اشتكي على احد وتنحفظ الشكوى وتم اعلان انه بالحفظ وفوت 60 يوم، خلاص يصير في كذي حفظ نهائي. بلى. هل انا من حقي اللي انا مشتكي عليه يرفع عليه تعويض؟ تعويض. حقي انه يرفع عليه تعويض، يقدر يرفع عليه تعويض في اساءة استخدام حق التقاضي. تمام. واحد. الثاني، في شيء ثاني، في شكوى جزائيه اسمها بلاء كاذب. مرات انت تبلغ السلطات ان في جريمه معينه ويطلع بالنهايه هذا بلاغك كاذب، بالشرط فيها انه يصدر فيها احكام يا بالبراءه او بالحفظ النهائي، هذه تاخذ قرار الحفظ او حكم البراءه وتروح تقدم شكوى جزائيه من جديد اسمها بلاغ الكاذب، ويتحاكم قدام المحكمه وتطلب حزه التعويض. هي لها تكنيك خط معين، لكن يصير بهالطريقه. تمام. تمام. انزل. السؤال الثاني يقول لك في ناظر مدرسه ما يبي ينقل احد او غيره وما يبي يستقبل طالب، وهل هذا من حقه ولا لا؟ هو كل المدارس الكويت بغض النظر شنو هي المرحلة، ابتدائي متوسط ثانوي، عندهم لائحة داخلية موجودة بالوزارة وتطبقها المدارس. الناظر هو الحين تغير مسماه من ناظر إلى مدير مرحلة دراسية اللي هي مدرسة معينة، فهو إذا سوى هالموضوع إيه صار اسمه مدير. الله يرحمه أيام ما كان اسمه ناظر على أيام. والله أنا كليت خيازرين بخيطان. أي خيازرين. أطراقات الله وكيلك من الباب للباب. الحين كانوا قسات ويانا. إذا عندك شو اسمه سد هالباب أرجوك. اللي فيني مكفيني يعني. أنا. الحين إذا عنده واحد
أي إشكالية بالمدرسة ويا الناظر أو الوكيل صدروا قرار بالطالب يقدر يسوي عليه تظلم بالمنطقة التعليمية. يعني مثلا أنت مدرستك بحولي تروح منطقة حولي التعليمية، مدرستك بالفروانية تروح منطقة فروانية التعليمية، وعليه أحسن بالمحافظة. خلصت هالمنوال ما شفت فيه شيء تقدر تروح الوزارة تسوي عليه تظلم وتمشي أمورك ما في إلا العافية. حلو خوش. بعد في أحد وراه؟ لا اللي في وراه بريك. بريك بريك سريع ونرجع. بريك سريع إن شاء الله ورادين لكم. نهائي. حيا الله كل من ينضم لنا في 90.4 سواء قاعد يسمعنا بالراديو أو يشوفنا على OSN 151 أو يشوفنا في بيوتيوب لايف. احنا موجودين في كل هالأماكن للساعة 3 مع أبو فراج العزيز الغالي سعود الهدبة. يا هلا يا هلا. وموجودين علشان نستقبل اتصالاتكم ونسمع أسئلتكم. في عندك عبد الرحمن، قول له ألو. حياك الله يا عبد الرحمن. الله يحييك، سلام عليكم. حياك سلام الله، سلام الرحمة، تفضل يا عبد الرحمن. عامل يا عبد الرحمن. سلام فضلك أستاذ سعود، في عندي سؤال. الحين في شخص عرفه تمام، خذوه تقريبا على أساس إن الحين هو بالسجن، إن موضوع أمن دولة. خوش. أوكي. لا الحين ما في أي شيء مثبت عليه، وصار له قريب تقريبا لأربع أشهر حاجزينه. تمام. هذا سؤالك بس؟ هو هذا السؤال. الحين في طريقة وإحنا موكلين هم المحامي. تمام. وكل ما يروح يراجع وهذا الجلسة الأولى خلوه للحين إنه يعني على الحج موجود مع إنه مو نازل حكم. أوكي. فهمني. ولا في أي تفاصيل. تجديد حبس هذا يصير. إيه. تجديد الحبس. الأقوال مالته كانت يعني تحت خلينا نقول ظروف يعني اللي هو ما أدري. يعني أوكي واضحة واضحة. تمام. إنزين. الحين ما يصير خاطرك إلا طيب، الحين راح تسمع من فراج إنزين الحل والجواب الشافي والكافي. ومشكور يا عبد الرحمن إنك اخترت الساعة القانونية مع أبو فراج. في عندنا خلينا نرد عليه. إيه أوكي أكيد. إيه خلينا نرد عليه. شوف اليوم عبد الرحمن سؤاله يقول لك إن في جهة معينة ماسكة متهم والمفروض إن حالته حق جهة التحقيق. صح. تمام. اللي هي النيابة العامة. بغض النظر من دولة تحقيق أي كان، هم كلهم يملكون الموضوع. شنو الفرق بينها من الدولة والمباحث أو مغفر أو غيره؟ على حسب التهمة. كلها هي وزارة الداخلية لكن مقسمة اختصاصاتهم. تمام. اليوم لما نرجع حق جرائم أمن الدولة، هي ترى إبراهيم على شغلتين. واحدة فيهم تمويل إرهاب. الثانية التهرب الضريبي مال القانون غسيل الأموال العالمي. بلعي. تمام. بغض النظر عاد هذيل هم رأس الهرم ويندرج تحتهم تهم معينة. لما يخلصون أمن الدولة مع المباحث يخلصون تحرياتهم مباشرة يحيلون حق جهة التحقيق اللي هي وين؟ في النيابة أو التحقيقات. بعدين التحقيقات بعد التحقيق يحيلون حق قاضي يسمونه قاضي تجديد الحبس. هو اللي يشوف هل يلزم أن يكفلون على المتهم أن يطلع بكفالة ولا لا، أو يحيل حق منه حق قاضي يسمونه قاضي الموضوع، هو اللي راح يحكم بالمتهم، يشوف قضية شنو فيها شنو ما فيها. الخط السير اللي تكلم عنه ترى صحيح، ما في شيء. الملف ما زال الآن في حوزة النيابة لأنه عند مرحلة تجديد الحبس بإمكان أنه هو يقدم طلب حق النيابة العامة أنه يصور الملف. مع ذلك أنا من مصلحة المتهم ما أقدم طلب العادة، بس يوصل عند قاضي الموضوع هني أقدم طلب عنده صور ملف، لأن هني يصير الملف كامل. ممكن تكون في تحريات لحين ما وصلت أو واحد من الشهود يكون مو موجود. فحله جدا بسيط، خله يصبر ويطلب من قاضي تجديد الحبس إخلاء السبيل، لأنه هو راح يتكلم بشنو تهج إبراهيم؟ شنو؟ اللي هي مبررات الحبس الاحتياطي. هو حابسينه مجرد احتياطيين. شنو يعني حبس احتياطي؟ لأنه يخافون إن هذا المتهم المحبوس إنه هو يسوي جريمة بأحد. بلى. أو يسوون في جريمة، مثلاً واحد سوى حادث سيارة والشخص الثاني توفى. ليش كل أمثلتك اليوم حوادث السيارة؟ لا أساس الناس توصل. عطنا شيء ثاني. غير. إيه غير. لا لازم غير. هذا. لا لازم غير. غير. روح على قتل. طول بالك. روح على قتل. هو قتل. هو قتل خطأ. هو قتل خطأ. آسف استعجلت. حلو. إيه طول بالك. حادث سيارة. والهان على المجاكر. هذا شو؟ اركد شوي علي. أنا توني راد. إيه لا الحين ما حمد. ما حمد الماكينة. ما أنا عارف شلون أقبض الزرع. واحد سوى حادث السيارة. توفى الطرف الثاني اللي دعمه. مباشرة التحقيق شنو يسوي؟ يحجز اللي سوى الحادث، يحجزه بنظارة المغفر. أي. ليش يحجز إبراهيم؟ هل يعني هو مسوي جريمة؟ هو حادث سيارة قضى الله وغدره، بس يخاف ان اهل المتوفي يجون يسوون فيه جريمة، فهو من مصلحته انه
يحجزها عنده عشان ما يرتكبون في جريمة. بلاي. والعكس صحيح، ممكن انه هو يحجزونه خاف انه هو يسوي جريمة بأحد مثلا. أي. واحد مشتكي عليه، انت برايم مشتكي عليه، والله لا ذبحك وصلخك ما شو، لا لا يمعود عسال نمنع جريمة ثانية فنحجزك انت هذا، فيستمر معاهم عند قاضي تجديد الحبس ويتكلم ببرات الحبس الاحتياطي هي وايد، يعني مثلا يكون هو كويت اللي يخشى من هربه، تقدر النيابة العامة تنزل عليه منع السفر. قاضي الموضوع احنا نتكلم عنده بموضوع القضية، احنا الحين بس نتكلم انه على ما يكتب الملف التحقيق. أي. وكملوا وياه وان شاء الله خير. ايش كثر طبوا عندي؟ ايش كثر طبوا عندك؟ وشنو اخرتهم؟ في اللي يخلون سبيله، وفي اللي يطلع براءه، وفي اللي ياخذ بحكم بعد. انا مو سوبر سوبرمان يعني. لا لا انت في ناس ترى تجيني ابراهيم سوبر جنايات، انا فاهم الدنيا ايه. بس الكلام ان مرات ابراهيم تيك القضيه ترى مسكره. أي. يعني ما تقدر تدش لها باب او تروح حق باب اكزت تطلع منه، فخلاص انت تحاول كثر ما تقدر انك تخفف تنقذ ما يمكن انقاذه. أي. لا يعني اليوم وايد ناس يقول لي انت شلون تدافع عن واحد قاتل، دافع عن واحد تاجر مخدرات ولا تاجر خمور ولا هتك عرض ولا غيره من هذيل التهم اللي يتكلم عنها. أي. اليوم انا دوري كجهة دفاع اكفل للمتهم محاكمة عادلة، غير ماكو شيء. هذه فيها عمق فقهي جنائي. أي. ما راح يستوعبونه الا المحامين، وفي ناس فاهمة هالموضوع هذا وبس. عطني الورا اكيد. اي بس اكيد اكمل. لا لا انا بكمل بقعد. اكو اسئله واصله بالواتساب. قول انزين. بس اكو سؤال شوي شايد يا معود واقف عليه. قول انزين. قبل اروح على اسئله الواتساب خل اخذ اتصالات الناس. قول الو عندك الاتصال. الو حياك الله. الو الو حياك الله اختي. اخوي انا بشارك من البرنامج. انت على الهواء الحين. اوكي تمام. الكويت كلها تسمع. ايش ترى حيا جرب. تفضلي من ويانا. ما اقول اسمي. اي يصير ما تقولين اسمك. اي عادي. اوكي تمام تفضل. تمام قواكم الله. اخوي انا عندي سؤال. الحين انا في جهه العمل مثلا. الكاميرا او شيء كذي صدق انه يصير مثلا اذا صار شيء يقول احنا مو يعني مو من اختصاصنا نبطل او نكتب الكاميرا. أوكي. يعني مثلا انا في احد مثلا يقرب شغلي او غيره فشفنا، فانا قاعد اقول ليه الشخص هذا او فلان هو اللي او مع وجود شاهد او شيء كذي. زين لحظه خليني اقول لك شغله. بما انك مو قايله اسمك شنو القصه؟ يعني لا تقولينها بتفاصيلها بس قولي لنا شنو صار معك. عشان نقول جنطتك مثلا. لا لا كان زين والله. بس انه في شخص ما يقرب شغلي او يعيدون في في صحة مريض أو شو كذي. يعني في ما معناه إنه بس إنه أطلع إن أنا الغلطانة، أنا اللي يعني إهمال مني أنا. أوكي تمام. يعني حافر لك بالكويت يحافر لك. بالضبط هذا. إنزين أوكي سهل سهل تعمل أمر وأنا أقول. إنزين إنزين عندي سؤال. اللي حافر لك واحد ولا واحدة؟ اي كيدهن عظيم. كيدهن عظيم. لا لا واحده. انزين هذه سوالف. هذه سوالف اللي ماشي ماشي ماشي. اوكي انزين للاسف يعني مسؤولي او مديري يعني ان صدق هالوحده هذه اللي بما انها هي اقدم مني. اي شو اسمه. فانا قبل ما طلعت الادله وكذي مع ان يعني اتهمني ان انا يعني اهمال مني ان انا فرض يعني إن يعني أنا المهملة مش الشخص اللي هو اللي هو اللي خدم مثل الأوراق أو غيره. فقلت له ممكن خاص بطل الكاميرا. فلما نقل الموضوع للبحث القانوني قال إحنا مش من صلاحياتنا إن إحنا نفرض الكاميرا. زين يوم مسوي معاش تحقيق ترتب عليه عقوبة مثلا نخصم عليك أو شيء؟ لا للحين صراحة إذا صدر عليك سوي تظلم ولك مني أجاوبك على موضوع الكاميرات الحين تعملين أمر. اي بس اني يعني لاني قال لي ثلاث اشهر وخلاص يمسح الفيديو او السوشيال. الكلام صحيح. الكلام صحيح 100%. لا اي أيوة والله بس تامرين ما يصير خاطرك الا طيب. ومشكوره انك شاركتينا تجربتك مع هالوحده اللي قاعد تحاول تحفر لك. وبفراج الحين بيعطيك الخطه. شوف قانون الكاميرات الكامله والشامله صدر من اي سنه تقى؟ 93 كنا و95 2015. اي 2015. اليوم اي كاميرات بالدوله يقول لك إن هي تحتفظ حتى من البنوك. أي. تحتفظ بالتسجيلات لمدة 90 يوم
بعد 90 يوم تماتيك تمحي. أيه. اعتقد ان البنوك لها بروسيجر معين يختلف عن الحكومه. لا بس تمام؟ ما اعتقد انه أيه. اكثر من 90 لا هي 90 يوم انا متاكد منها. 90 يوم اقل شيء قال لي نص الماده. أيه. تمام لا محطوط نص الماده انه 90 يوم وبس وسكت ما قال لا اكثر ولا أقل. أيه. تمام اليوم احنا منو اللي يملك الصلاحيه انه يدش على هالتسجيلات ويسحبها؟ أيه. شرط لازم يصير اذن من النيابه العامه أن يصدر جهة التحقيق صارت أن في مشكلة جريمة. يعني أذكر أن جناية من الجنايات واحدة داشة مقر عمل مراجعة هي وبايقة جنطة موظفة وين الجنطة سبحان بقدرتها. الله المشاكل من وين تي ايه سبحان الله من وين تي المشاكل جهة التحقيق طلب إذن من النيابة العامة انه فرغوا للكاميرات ويت فعلا صدر اذن من النيابه العامه فرغوا الكاميرات بين منو اللي سارق من هو السارق بين انه والله هذه فلانه يد دشتني وسوت معامله معينه اخذت الجنطه ومشت وهذا فاليوم اللي طلع الكاميرا ويروح يحطها بجهه التحقيق لا يعني ان هذا مثبت عليك 100% يشترط فيها لازم اذن من النيابه العامه. نرجع حق سؤالها لا لا بس كم عدد الايام؟ 90 يوم لحظه دقيقه ابو فراج بقطع عليك شوي لسبب واحد قولي. الحين اذا كاميرا مسجله ان سعود الهدبه ما اخذ شيء خوش شلون هذا مو دليل؟ يصير في دليل بس يشترط فيه اذن نيابه. زين اذا ما في اذن نيابه الحين الكاميرا موجوده لازم اذن نيابه. زين بفترض انه ما في اذن نيابه ما في اذن نيابه هذا دليلك ما في جدوى منه ماكو جدوى اي ما في منه جدوى فلازم اذن من النيابه عشان افتح لازم كاميرا لازم اذن من النيابه العامه اي واذا كانت داخل مثلا هذا مو كلامي ارجع حق نص الماده افتح غير الحين احنا لايف يختلف انت دشيت لي بخط ثاني ايه؟ اللي هو النشر واعاده النشر لا 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 انا ما اتكلم على النشر صار في جريمه عندنا الله لا يقولها بالاستديو تاخذ الاستديو في كاميرات اي وياك انزين الحين بيسوون تحقيق احنا سولفنا وايد واحد لاحقك بالشارع دشيتي موقف ما في الا انت وياه فتشي كاميرتك صوري أي. صح ولا لا ياخذ فيه التحقيق ياخذ فيه أي. انت كلامك نفس هالطريقه هذه ياخذون فيه صارت جريمه ياخذ فيه بس لما تودي منو اللي يملك انه هو يفرغه التحقيق لانه هو عقب ما ياخذه هو مو بس يشوفه بالتليفون ولا بالايباد ويمشي لازم يفرقه بمحضر انه والله فتحنا الفيديو كان تاريخه كذا من الساعة الفلانية للساعة الفلانية من الدقيقة الفلانية للدقيقة الفلانية بالثانية الفلانية سوى فلان الفلاني الشيء الفلاني كله يصير مفرغ محضر مدون على ورق عشان تكون بالصورة محضر مكتوب اي محضر مكتوب بناء عليه هني تمشي انا ما اقول لك انه هو ما ياخذ فيه ياخذ فيه بس شرطه ان جهة التحقيق هي اللي تفرغه هذا العبرة منه هذا زبدة الكلام هذا مو كلامي هذا كلام القانون اللي مال الكاميرات اللي صدر ب 2015 ناسي كم رقم اعتقد 5 أو 8 على 2015 هو اللي يتكلم عن هالنقطة هذه تمام الحين ارجع حق سؤالها هي. سؤالها شنو قالت ها شنو قالت ذكرني على مسألة الحين هي خذت قالت انه يصير يفتحون الكاميرا هو ما يصير لان لازم جهة التحقيق لازم اذن من النيابة العامة تمام غيره ماكو شيء تمام فمن كذي انا سألتها صدر فيك قرار بالتحقيق يعني مثلا خصم او يا سعود يا حبيبي يا بعد شبدي قولي. انا اذا داخل وزاره ايه؟ والوزاره انا بفترض ان انا الوزير زين ان شاء الله تصير وزير ايه؟ اقول ان شاء الله شكول ان شاء الله اخاف كمل انزين لنفرض ان انا اليوم عندي السلطه الاعلى داخل الوزاره او الهيئه او اي تمام. اي مكان تمام صار عندي حادث داخل حادث اداري مو جنائي اوكي جيت انا بفتح الكاميرات لازم اروح النيابه اقول لهم تعالوا فتحوا الكاميرات ايه انت مصر لنا ايه كيفك مو كلامي هذا كلام القانون ارجع حق القانون يمكن انا غلطان لا ناسي ده. بس انا القانون مبين عندي بنص ماده وقاريه 100% ايه انه لازم لازم اذن النيابه ايه لازم اذن النيابه عموما انا بس حبيت اداق لك على السريع لانه ولهت شلخني جدا اسبوعين صار لي زين انطر يوم الاربعاء نطر عشان اقعد قبال سعود الهدبه واجاكر فيه يا حبيبي عندك اتصال قول له الو حياك الله الو السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته من وياي تفضلي تفضلي حياك انت على الهواء والكويت تسمع جزاك الله خير حياك الله بس من ويانا اول شيء معاك سامية قطان حياك الله اخت سامية تفضلي خبريني استاذة سامية عندي مشكلة عندي شقة استثماري خوش
وكانت عندي مؤجرة ما دفعت. بالكويت ولا برا الكويت؟ لا بالكويت. تمام. ورفعت عليها قضية وربحت القضية بالإن أخليت سد الإيجار مع الخلاء. خوش. زين. الحين سوينا عليها مطالبة، كل شيء مسوين عليها بس أنا ما قادر آخذ حقي. يعني بالمدة اللي هي قاعدة. ملف تنفيذ أنت قصدك ما هو؟ اي تنفيذ ما في كلش. خوش سوينا عليها ضبط احبار، سوينا عليها كل شيء، اللي بندور وين اراضيها ما احنا لاقينها، هي كويتيه. تمام تمام. بشر بالخير بشر بالخير. ما يصير خاطرك الا طيب يا ساميه، والحين تلقين الجواب مع ابو فراج على مارينا اف ام، ومشكوره ان شاركتينا سؤالك بالساعه القانونيه. تفضل يا ابو فراج. شوف اليوم كل الاحكام هي شنو موضوعها، هي عندها حكم ايجارات، هي صاحبه الملك وكان احد عندها مأجر وما سد إيجارة، فرفعت على دعوة إيجارات وتم إخلاء الطرف الثاني اللي هو مأجر، وترصد بذمة هذاك مبالغ معينة. الحين الحكم هي ما تتكلم إنه بس طلعته وخلاص، أبي حصل فلوسي من لوت الإيجارات، لأنه هو قاعد كان بالشقة. فهي مشكلتها وين في ملف التنفيذ؟ كل إجراءات ملف التنفيذ صدر قانون قبل كم سنة اسمه سموه قانون الإفلاس، شال عملية الضبط والإحضار عن جميع ملفات التنفيذ بالكويت. تمام. الحين شنو التدابير الاحترازيه اللي انت تقدر تسويها؟ تقدر تنزل منع سفر، تسوي حجز البنوك، تقدر تسوي حجز الراتب، لان في فرق بين حجز البنوك وفي فرق بين حجز الراتب. حجز الراتب انه قبل لا ينزلون راتبه يشيلون منه مبلغ معين وينزلون الباقي، اللي شالوه يدزون لك اياه ملف التنفيذ. حجز البنوك اختلاف ثاني، اجراء ثاني، انه يطلع مامور تنفيذ من اداره التنفيذ يروح حق البنك، شو يقول له؟ تشيك لي على حساب فلان، في فلوس؟ في فلوس، كم في؟ ما يهم، دينار 10 ما يهم، اسحبها كامله، فيحجزها كامله ويمشي. هذا اجراء تقدر تسويه بين فتره والثانيه. اما حجز الراتب هذا يصير دايم لحين سداد كامل المديونيه، فما لك الا هالتدابير هذه. نصيحه، باري ملف التنفيذ عند اداره التنفيذ، جدد الاجراءات بين فتره والثانيه وشوفوا اللي تشاروا وياهم. انا ما ادري شنو في الاجراءات النازله، بس في اكثر من تدبير احترازي تقدر تسويه. تمام تمام. انا منعيني يا وزاره العدل اشوف التنفيذ الالكتروني. قولوا امين، قول امين. وصل هالمرحله ترى، خلي يتطبق الحين. طبقوه للحين. طبقوه. احنا تدري ايش كثر راح يوفر زين موضوع التقاضي الالكتروني والتنفيذ الالكتروني في جزء. تدري اليوم تجديد الحبس، احنا تمسا نتكلم عن تجديد الحبس. ايه. اليوم قانون المعاملات الالكترونيه هو فتح لنا محاضر جلسات الكترونيه. يعني مثلا اليوم في نزيل داخل السجن محبوس، اي قاضي تجديد الحبس ترى يشوفه من خلال شاشه بلا اي ادري وكاميرا، اي ويسأله ويوجه له اتهام، والمحامي فلان موجود حاضر موجود هذا وحاضر هذا، وتترافع وتخلص هذا ويسكر محضر الكتروني وينتهي الموضوع. تمام. احنا نتمنى يعني مطبقينه، نتمنى لكن مو ككل المحاكم. الحين بداوا بجزء هذا وان شاء الله يخلصون باجي هذا ان شاء الله. تمام. ان شاء الله. قول امين، ارفع ايدك على امين ان شاء الله. تضرع الى الله بالعكس، يعني في تضرع الى الله. انا هذا اللي اشوفه. اي انزين، عندك ام محمد، قول لها حياك الله يا ام محمد. السلام عليكم. حياك الله ام محمد، ابرك الساعات. الله يسلمك. عندي استفسار في قضيه يعني في شالهات وشالهات والنصف هذا الامور زين، وماخذين فلوس وهذا، وهم هم بعد ماخذينهم تبديل بتبديل، عرفت شلون؟ خوش. وساكنين نفس البيت اللي فيه الأجار، وتقريبا 10 شهور مو دافعين الأجار، فشنو راح يكون الإجراء؟ لأن يعني فهمنا إن ينخصم من الفلوس في القضية. شلون ينخصم؟ أنا ما أنت إحنا أي طرف فيهم أول شيء؟ الحين إحنا المالك البيت ولا إحنا المؤجرين؟ لا إحنا المؤجرين، اتفقنا إن تنقص الفلوس من القضية. من القضية. إنزين، هذا الكلام لما تيون أنتوا تحلونه في إجراء في سؤال ثاني أو شيء محمد ولا لا؟ بس أعرف يعني تامرين تامرين خلال 10 شهور يقدرون هم يرفعون القضية يطالبون ولا إيه؟ يقدرون يطالبون فيها، يقدرون يطالبون فيها إلا بحل معين. الحين راح أقول لك إياه إن شاء الله. أنا واضح أم محمد؟ تمام. مو محمد الظاهر انقطع. تمام. انزين انا خلني بس اجاوبها. اليوم هي شنو تقول؟ تقول ان هالكلام حق محمد وغيره سواء على قضيته ولا الثانيه. اليوم انا بيني وبين شخص
أنا رافع عليه قضية وهو رافع عليه قضية. أي. هو كسب حكم. شكوى متبادلة. أي. هو كسب حكم قضيته وأنا كسبت حكم قضيتي. أنا أبي منه فلوس ويبي. هل يعتبر هذا نقدر نسوي مقاصة؟ يعني مثلاً نخصم نحط هالمبلغ على هالمبلغ وخصم الثاني ما يصير. مغاصة على كل قضية هي بروحها ما يصير. لكن هل هو يملك إنه يرفع دعوة ويطالب فلوسه؟ يقدر. من كذي قاعد يصدر الحكم. الحل. لو أنا بسوي معاه سالفة المغاصة المفروض أن نقعد يسمونه لا إله مفاوضة مفاوضات. أنت لحظة تتكلم على المغاصة إنزين؟ إيه أتكلم عن المغاصة. إيه إجراءات المغاصة اللي هي تبادل تتبادل الديون اللي قاعد أتكلمه أتكلم عنه إنه تكلم الكويتي. تدري صلح ليش؟ عن خارج. تدري ليش؟ لأنك قاعد تشرح بالقانون. كم مرة أقول لك؟ أنا قاعد أقول لك المسألة بالضبط. كويتي. كويتي إن اليوم أنا مع الشخص اللي أنا متعايي معاه كل واحد عنده حكم واحد زار الثاني هذا الكويتي. خوش هذا الاثنين لو أبي أحل معاه الموضوع أقعد خارج الإدارة التنفيذ. أي. يعني مثلاً أقعد مع مكتب محامي ودي. أي. يا ابن الحلال إيش رأيك أنا أسد لك الجيمة الفلانية؟ مبلى. اطيح لك اياها من حكمك وانت تسوي لي الشيء الفلاني من حكمك ايش رايك؟ اوكي اتفقتوا أي. توقعون فيه على عقد بينكم لان اتفاق هذا كتبوا وثقه وبنفس الوقت لازم الاثنين نروح اداره التنفيذ لان انت تملك ملف التنفيذ وانا يسمونه سداد خارج الاداره طرى على الله السداد خارج إدارة التنفيذ شنو يعني؟ يعني أنا سلمت فلوسي خارج إدارة التنفيذ فيا إدارة التنفيذ بأمر مني أنا صاحب القضية والملف سدوا لي الملف فسدوا لك الملف وينتهي الموضوع فأنت إذا عندك اللي هي كلام حق محمد بلى. تبين تشيلين هذا بناء على حساب الملف الثاني حلي معاه الموضوع بهالطريقة ولازم الأشخاص الثانيهم يروحون إدارة التنفيذ ويسوون سداد خارج نطاق الإدارة هذا اللي قلت عنه عاد قبل شوية بس أي اللي هو التسديد خارج الإدارة أيوة خارج الإدارة الله إيه الله يا أبو فراج طول عمرك برا المحكمة طول عمرك فوش طول عمرك مبدع يا أبو فراج حاضر إنزين قبل أن نختم تفضل قول كلمتك الأخيرة لهذا الأسبوع الله يعطيك العافية مشكورين ما قصرتوا ولهنا عليكم ولهت على أبو خلي وأبو العز حبيب وبس ما عندي شيء أقوله إن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي بإذن الله الله بس اسبوعين غاط ايه رايح فرنسا انا ما قطعت العام لا 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 لا, لا, لا انا الحين قبل لا اسكر بقول ان انت شو مسوي بهالاسبوعين يا جماعه ترى اسبوعين مسافر مو قلت لك اللي متابعني فرنسا وايطاليا والمانيا وما ادري وين وهاتكم اسبوعين اسبوعين انزين اسبوعين هاتكم وهذا السنه والله يا طويله اي والله اخذت لي موتر اجرت موتر وقصها من طول بعرض يمكن انا وسعت صدري الحمد لله وسعت صدري اي والله وسعت صدري بس اول بس ايام كلان الحر ايه تالي على طريقه عاشنا بردي وسعت صدرك على طريقه عيال خيطان اي وسعت صدري الحمد لله لا حد يدري شنو طريقه عيال خيطان في مره